السلام عليكم واهلا بكم بالحلقة 22 من سلسلة الاسئلة الدبل شهرية ونص تقريبا. هالمرة تأخرت بالفيديو، كنت مشغول بغير امور فاعذروني، وحاولت اختار اهم الاسئلة. وكالعادة قبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا اللايك، بيفيد القناة كتير. ورسالة سريعة من سبونسر اليوم: تخلص من علامة تفعيل مائية لويندوز 10 بأرخص الاسعار من CDK Deals، ولا تنسى تستخدم كود الخصم SNKRT لتحصل على افضل الاسعار. بعد الشراء انسخ المفتاح، افتح خصائص الكمبيوتر، تغيير مفتاح المونتاج، حط المفتاح هون، وامورك لوز والويندوز صار مفعال وجاهز. شوف احدث العروض من CDK Deals بالرابط تحت بالوصف. وخلينا نبدا باكثر الاسئله اللي تكررت عن ويندوز 11. 80% من الاسئله كانت عن ويندوز 11. هل جربت ويندوز 11؟ كيف كانت تجربه ويندوز 11؟ متى تشوف الوقت المناسب للتطوير لويندوز 11؟ هل ويندوز 11 افضل من ويندوز 10 بالالعاب؟ هل راح تسوي فيديو خاص عن ويندوز 11؟ ما هو تي بي ام وليش ويندوز 11 يحتاجه؟ هل ممكن ثبت ويندوز 11 على منصات اقدم من الجيل السابع؟ راح اجاوب على كل تساؤلاتكم بما انه ويندوز 11 هو حديث الساعه. السؤال الاول: نعم جربت ويندوز 11، ثبتته على لابتوبي وصلي حوالي 20 يوم بستخدمه. السؤال الثاني: كيف كانت تجربة ويندوز 11؟ جيدة بصراحة، بس حاليا ما في كتير مميزات أنا بشوفها مفيدة إلي أو بتشجعني إني أطور عليه. نعم بيدعم تطبيقات الأندرويد، وعلى أساس إنه مايكروسوفت ستور رح يصير أفضل وكتير مميزات إضافية، بس إلى الآن كل هالمميزات البراقة لساتها في مرحلة الألفا ولا حتى بيتا، لسه بدهم فترة طويلة لحتى نحكم عليهم أو نحكم على ويندوز 11 بشكل يعني واضح أكتر. السؤال الثالث: هل ويندوز 11 أفضل من 10 في الألعاب؟ لا، نفس الأداء حرفيا، أنا جربته على لابتوبي ونفس الأداء حرفيا. متى تشوف الوقت المناسب للتطوير لويندوز 11؟ قطعا مش في الوقت الحالي، يعني فكروا فيها، ويندوز 11 لسه ما صدر بشكل رسمي من مايكروسوفت، وإذا بدك تثبته في 100 حاجز قدامك. إما لازم تثبته من نسخة المطورين المسربة اللي بتوجع الرأس لحتى تتثبت أو تنزل، أو لازم تثبته من ويندوز إنسايدر بروجرام، يعني بيجيك تحديث على ويندوز 10. حاليا ما في اي سبب منطقي او ميزة قوية ممكن تشجعنا نطور لويندوز 11 لانه لسه ما صدر بشكل رسمي. نعم اذا عندك جهاز ثانوي لابتوب او اي جهاز ثاني وبدك تجرب ويندوز 11 والامور الجديدة فيه، ما في مشكلة، بس تستخدمه كنظام اساسي متأكد رح تواجه مشاكل. في عدة شكاوي خاصة بالدرايفرات، وفي شكاوي بتقول انه في طابعات وعدة اجهزة اخرى ما بتشتغل عليه، وهذا شيء طبيعي لانه النظام لسه ما صدر بشكل رسمي وما في ولا شركة اطلقت تعريفات خاصة بويندوز 11. نعم بيستخدم تعريفات ويندوز 10، بس على حسب كلام مايكروسوفت لما يصدر رح يكون في تعريفات خاصة بويندوز 11 رح تكون مستقرة أكتر عليه. برأيي أفضل وقت للتطوير لويندوز 11 هو منتصف السنة القادمة، لأنه وقتها بيكون صدر بشكل رسمي، الشركات بيكونوا أطلقوا تعريفات رسمية بتدعمه، وبنفس الوقت صدروا المنصات الجديدة مثل منصة انتل الجيل الـ 12 اللي على حسب كلام التسريبات رح تكون حصرية على ويندوز 11، يعني تشتغل حصرا على ويندوز 11، والنظام وقتها بيكون صدر من فترة منيحة والناس اللي جربوه نقلوا تجربتهم ومشاكلهم لمايكروسوفت، يعني وقتها بيكون مستقر ومجرب من ملايين الأشخاص. السؤال الرابع: هل راح تسوي فيديو خاص عن ويندوز 11؟ حاليا لا ما بعتقد، لأنه فاتني القطار أو فاتني الوقت، تأخرت بهالموضوع وما في شيء كتير محمس بالنسبة لي حاليا، ما في كتير يعني شيء كتير محمس، يعني إن كان تطبيقات الأندرويد ولا مايكروسوفت ستور ولا هالأمور ولا المميزات اللي تستفيد من المنصات الجديدة، لسه كلها في مرحلة الألفة يعني كلام على ورق إلى الآن. هل ممكن نثبت ويندوز 11 على منصات قديمة وبالأخص أقدم من الجيل السابع ورايزن الأول؟ حاليا نعم ممكن، أنا لابتوبي رايزن جيل أول وثبتت عليه ويندوز 11 تمام، بس اضطريت أتحايل عليه وأعمل تعديل لملفات معينة لحتى قدرت أثبته، بس بالنهاية ثبته وتمام. وحتى بإمكانك تثبته على أي منصة طالما بتدعم 64 بت أو المعالج فيه معمارية بيدعم معمارية 64 بت، يعني كور تو ديو اللي صدر من 15 سنة أو أحدث، بس بيلزم شوية حيال وطرق تانية وتغيير ملفات، ففي شوية وجع راس. بس هالكلام حاليا، مستقبلا لما يصدر بشكل رسمي ما بنعرف اذا هالامور رح تضل على حالها، يعني مايكروسوفت تترك هالحيل او الطرق الثانوية لتثبيت ويندوز 11 ولا رح تقفلها، ما حدا بيعرف. السؤال التالي: ما هو تي بي ام وليش ويندوز يحتاجه ويندوز 11؟ تي بي ام هو اختصار ل Trusted Platform Module، يعني وحدة المنصة الموثوقة، هي قطعة صغيرة مثل البايوس تقريبا، تسمح للنظام يتأكد انه المنصة موثوقة ومن مصنع موثوق ما فيها شيء خبيث او
ومشبوه، يعني بتزيد الحماية في النظام وما في داعي تاكلوا هم هالقطعة، لأنه معظم البوردات اللي صدروا آخر 5 أو 6 سنين بيدعموا TPM من البايوس. ومثل ما قلت قبل شوي، حتى لو منصتك أو بوردك ما بتدعم TPM ممكن تتحايل على ويندوز 11 وتثبته بدون ما منصتك تكون داعمة لها التقنية. سواء هالشي رح يضل على حاله بعد الصدور الرسمي ولا لا ما حدا بيعرف. أوكي، خلصنا منه أسئلة ويندوز 11 وننتقل لبقية الأسئلة. أجيت جيمينج، أخي سنكرة، سؤالي إلك، ليش ما بتعمل سلسلة مقاطع كل فترة عن أفضل الحيل والخدع والاختصارات المهمة في البي سي؟ سؤال حلو صراحة. ما في سلسلة ممكن أعملها يعني خدع، يعني سلسلة تكون مستمرة بهالموضوع، لأنه كل فترة بيخطر على بالي مثلا أفكار معينة ممكن تساعدكم، أو مثلا اختصارات أو مصطلحات بعمل عنها فيديو وبنشرها، بس أنه أعملها سلسلة صعب. كل ما بيصير عندي أفكار أو مصطلحات أو شيء مثلا ممكن أعمل عنها فيديو بعمل، بس ما راح تصير سلسلة أنه كل شهر أو كل أسبوعين أو ثلاثة، لأنه يعني ما ممكن يخطر على بالي بنفس الوقت يعني هيك أعمل فيديو خلاص كل سلسلة كل شهر كل شهرين كل ثلاثة كل كذا، يعني صعب. ليش ما تسوي تجميعات لبي سي كامل، يعني يتضمن كيبورد ماوس وشاشة والسماعات؟ تحياتي لك من العراق. تسلم صديق. لأنه أفضل شيء بمنصة البي سي هي الحرية، ممكن تختار أي شيء بيلزمك أو أي شيء بيناسبك. أصعب شيء اختيار قطع التجميع، فهالشي أنا بسهله عليكم. اختيار بقية القطع مثل الماوس والكيبورد بيكون أسهل بكتير، فلهيك ما بعمل. الفكرة موجودة وراح أعملها أكيد، بس على أمل دعم الشركات، لأنه هالشي أنا ما ممكن أعمله بوحدي، يعني أضل أعمل تجميعات أو ستابات كامل شاشة كيبورد ماوس وتجميعة كاملة، يعني هالشي ما ممكن ماديا، ما ممكن أعمله بنفسي يعني. وش رأيك بمعالجات رايزن 7 5700G و 5600G؟ هل ممكن راح تنصح فيهم في هذا الوقت؟ يعني على حسب ما شفت من المراجعات ممتازات، هم بالنهاية معالجات زين 3، يعني إمكانياتهم ممتازة كم من ناحية صرف الطاقة، الأداء ممتاز، عدد الأنوية ممتاز، بس من ناحية أنصح فيهم ما بقدر للأسف، لأنه ما صدروا بشكل رسمي من AMD في الأسواق. ما في أسعار رسمية، كل بائع بيبيعهم بسعر مختلف، كل موقع بيبيعهم بسعر مختلف، فما ممكن أنصح فيهم صراحة. نفس الشيء بالنسبة لمعالجات الـ APU رايزن 4000 كمان، يعني ما في أسعار رسمية، كل شخص بيبيعهم بأسعار مختلفة، فممكن لو الأسعار انخفضت أو الأسعار استقرت أو AMD أطلقت أسعار رسمية لهم ممكن وقتها أعطيكم يعني مثلا نصيحة أدق أكتر، بس حاليا ما ممكن أنصح فيهم أو أعطيكم جواب دقيق لأنه ما في أسعار. هل كروت الشاشة المعدنين قابلة للاستخدام، وهل التعدين يضر بالكرت يا سنكور؟ سؤال ممتاز، وخاصة بما أنه هالفترة القريبة رح نشوف كروت المستخدمة في التعدين ملت الأسواق، والسؤال بالتحديد عليه جدل كتير، ومتأكد أنه ماد ودارك رح يجوني يقولوا لي دير بالك لا تشتري كذا. أوكي، على عراسي الشباب أراكم، بس أنا عندي رأي مختلف. وكمان شفت ناس بيقولوا أنه اشتروا كروت مستعملات في التعدين وبعد فترة قصيرة خربوا. مثل أي قطعة تانية مستعملة، لما تشتريها رح تحط أمرين في الحسبان، ما في ضمان واحتمالية يكون عمره أقل. هل أنصح أو ما أنصح بالكروت المستخدمة في التعدين؟ هالقرار والمجازفة بترجع لك. أنا سبق واشتريت كارتين مستخدمات في التعدين، هالكلام من سنتين، واحد RX 470 واحد RX 580، واحد موجود بتجميعة أخوي واحد موجود بتجميعة صاحبي، ومن سنتين إلى الآن شغالات مثل اللوز. ما ممكن أقل لك اشتري أو لا تشتري، هالمجازفة بترجع لك والقرار بيرجع لك، بس إذا حابب تجرب حظك أو يعني مفكر تشتري ممكن أعطيك بعض الدلائل أو النصائح اللي ممكن تساعدك على اختيار أو الاختيار أو يعني بالشراء. أولا، هل البائع بتعرفه موثوق ما هو موثوق؟ تأكد من هالشي، إذا البائع موثوق بيكون أفضل بكتير. تانيا، تفقد الكرت، شوف الكرت من برا هل شكله نظيف، فيه مثلا علامات كذا أنه مستخدم لفترات طويلة، وبالأخص الهيت سينك من جوا. الهيت سينك من جوا إذا لقيت عليها مثلا علامات سودة هيك، في سواد على الهيت سينك أو هدول شو اسمهم شفرات الألمنيوم، إذا لقيت عليهم هيك علامات سودة أو نقط سودة، فهذا دليل أنه الكرت مستخدم لساعات أيام وأشهر طويلة بدون راحة ومعرض لدرجات حرارة كتير، فعلى الأغلب هذا أكل عمره بالتعدين. وإذا كمان شفت على البي سي بي هون هيك علامات صفرة، فكمان هذا دليل تاني أنه الكرت مستخدم لساعات أشهر طويلة، ساعات أيام وأشهر طويلة في التعدين، فكمان مهلوك في التعدين. وكمان تأكد تجرب الكرت على فيرمارك. فيرمارك هو الأداء الألتمت لتجربة سلامة الكروت. أنا شفت كتير كروت بيكونوا شغالات تمام بكل الألعاب، ما بيواجهوا أي مشاكل، بس مجرد ما تشغلهم على فيرمارك تبدأ تظهر المشاكل. هل شيء إنه فيرمارك خرب الكرت؟ لا، هذا دليل إنه الكرت كان على العكازة وفيرمارك أظهر عمر الكرت أو المشاكل اللي فيه. فبالنهاية المجازفة والقرار يرجع لك، أنا ممكن أقول لك اشتري أو لا تشتري. شخصيا أنا إذا لقيت كرت سعره مغري نظيف
جربته وطلع سليم بشتريه، لانه انا بعرف ايش عم بشتري ومستعد اخذ المجازفه. هل تتوقع راح تنزل معالجات رايزن 7 5700 اكس ورايزن 3 5300 اكس وكروت ار تي اكس 3050 و 3050 تي اي؟ بالنسبه لمعالجات رايزن لا ما بعتقد، لانه اي ام دي يعني هيك متخذين يعني استراتيجيه جديده. بالنسبه للفئه الاقتصاديه بيقولوا لك لا روح لزين 2 معالجات رايزن 3000، ما لنا مستعدين يعني نقص شرائح الزين 3 القيمه كتير ونرميها او نبيعها باسعار بخسه. فعلى ما اعتقد اي ام دي راح تضل تبيع شرائح زين 2 اللي هن معالجات رايزن 3000 بالنسبه للفئه الاقتصاديه، وبالنسبه للفئه العليا تعال اشتري من عندنا رايزن 5000. فما بعتقد لا يصدروا هيك معالجات. بالنسبه لكروت الشاشه اكيد راح يجوا، بس الله اعلم متى، ممكن بالربع الثالث او بالربع الرابع من هالسنه. السبب انه تاخروا لانه انفيديا او شركات كروت الشاشه بشكل عام كانوا فرحانين كثير ببيع كروت هاي اند للمعدنين وللجيمرز، لانه كان طلب على كروت شاشه جنوني. لما يقل الطلب على كروت الشاشه والناس ما تعود تشتري كروت شاشه، انفيديا واي ام دي راح يضطروا ينزلوا كروت شاشه بفئات جديده، لانه ما كل الناس بدهم او مستعدين يشتروا كروت شاشه بفئه عاليه. بس بما انه بالفتره السابقه كان الطلب عملاق او جنوني على كل كروت شاشه، ما كانوا كتير مهتمين بتصنيع كروت شاشه فئه اقتصاديه، لانه اغلب الارباح تجيهم من او اكثر الارباح تجيهم من كروت الشاشه الفئه العليا. فليش كانوا يصنعوا كروت اقتصاديه طالما كروت الهاي اند عم تبيع اكثر؟ بس حاليا بما انه الطلب قل على كروت الشاشه او صار في عرض او صار في يعني توفر الاسواق، اتوقع انه راح نشوف كروت شاشه اقتصاديه قريبا، ممكن بالربع الثالث او بالربع الرابع من هالسنه، الله اعلم. هل في فرق بين ثلاث مراوح ومروحتين للكرت؟ هذا سؤال كتير بيتكرر، بس مو بيتكرر بالتعليقات، بيتكرر لما حدا بيوصيني او مثلا بيقول لي بدي كرت شاشه معين ويا ريت الكرت يكون ثلاث مراوح. يا جماعه لا تشتروا الكرت بناء على عدد المراوح اللي فيه. نعم تقنيا الكرت كل ما كان فيه مراوح اكثر كل ما كان تبريده افضل، بس هالشي تقنيا. عدد المراوح لا يعكس جوده التبريد في الكرت. ما لازم تطلع على عدد المراوح اللي فيه، لازم تطلع مثلا على الهيت سينك. الهيت سينك هي اللي بتشتت الحراره مش المراوح. المراوح انه بس بيدفشوا هواء على الهيت سينك. اذا الهيت سينك صغيره او سيئه وحطيت 10 مراوح التبريد راح يكون سيء. لازم نطلع على حجم الهيت سينك، كم وزنها، كم هيت بايب فيها، هل الهيت سينك بتبرد القطع الحيويه في الكرت مثل الفي ار ام والفي رام ولا لا. هالامور اللي لازم تطلع عليها مش عدد المراوح. عدد المراوح مش مهم. راح اعطيك مثال، كروت الباسكال جي تي اكس سلسله ال1000 مثل ال1070 وال1080، معظم كروت الهاي اند او كروت الفلاجشيب من ال1070 وال1080 اجوا بثلاث مراوح، مثل الزوتاك امب اكستريم اجى بثلاث مراوح، الستريك من ايسوس ثلاث مراوح، الجيمنج او سي من جيجا بايت ثلاث مراوح. اما الام اس اي جيمنج اكس اجى بمروحتين فقط. يا حذرك اي كرت كان الافضل من ناحيه التبريد؟ معظمكم ممكن يقول الستريك او الامب اكستريم. خطا، نسخه الجيمنج اكس من سلسله ال1000 ال1070 وال1080 قدمت افضل تبريد، لانه الهيت سينك كانت فعاله جدا، بتبرد الفي ار ام، بتبرد الفي رام، الهيت سينك كبيره، والمراوح صحيح انها تنتين بس كانوا اكبر من بقيه المراوح، كانوا 110 ملي او 11 سنتي، مراوح كبيره. فلا تطلع على عدد المراوح، لا تشتري كرت على بناء على عدد المراوح. شنو اكثر فيديو تعبت عليه من ناحيه الاداه والاعداد؟ صراحة كل فيديوهات التجميعات اللي بيكون فيها دليل شامل تاكل وقت طويل جدا، تقريبا اسبوعين او 20 يوم، لانه لازم اجمع القطع، بعدها اصور التركيب، بعدها اعمل مونتاج، فكل فيديوهات التجميعات بياكلوا وقت طويل كتير. بس اكثر فيديو اكل وقت شغل مني هو اول فيديو اشتغلته على القناة، لانه بوقتها كنت بشتغل وبتعلم كيف اشتغل على البرامج، فلهيك اكل وقت كتير، يعني اكل شغل كتير. شو مشكلة انخفاض هيلث الاس اس دي بسرعة؟ تقريبا عم ينزل 5% كل شهر للعلم من ويسترن ديجيتال. على الاغلب الاس اس دي اللي عندك ديراملس، لانه الاس اس ديات الديراملس الفايل مانجمنت او تنظيم الملفات، امكانية تنظيم الملفات فيها اسوأ من الاس اس دي اللي بيجي فيها كاش او ديرام. وعلى الاغلب انت عم تستخدم الاس اس دي بشكل مكثف، بتحذف وبتنسخ عليها ملفات بشكل كبير. لهالسبب اكبر شيء او اكثر شيء بيخفف عمر او بيقلل عمر الاس اس دي هو الحذف والنسخ منها، او الريد والرايت، مش الريد والرايت بس الرايت، او عدد الكتابه اللي بتكتبوا عليه، يعني كم عدد الملفات اللي بتحذفها وبتنسخها على الاس اس دي. هل الشركات اللي تعطيك منتجاتها عشان تسوي لها مراجعه يعطوك المنتج او ترجعه، هل يعطوك عائد مادي؟ سؤال ممتاز. في كتير ناس عندهم فكره غلط عن هالموضوع. اوه نيالك، يا بختك عم تاخذ قطع ببلاش مجانا. يا صديقي في الحياه ما في شيء اسمه ببلاش او مجانا، يعني هالشركات ما عم بيبعتوا لي مثلا هالقطع يعني على خضار عيوني او من طيب قلبهم، هم بيبعتوا لي القطع لانه بحاجه الي. لولاكم ولولا المتابعين اللي عندي
ما حدا بيعبرني. فجزء من القطع المجانية انه هم يا ايمن تفضل عنا هالقطعة، مثلا كرت الشاشة او المعالج تفضل اعمل عنه مراجعة وخلي القطع عندك. هيك المراجعات المستقلة بتشتغل. انا بعتبر نفسي مراجع مستقل، لان في بعض الناس بياخدوا عائد مادي على المراجعات اللي بيعملوها. انا رفضت شيء رفض تام، مستحيل اخذ فلس على مراجعه او فيديو بسميه مراجعه واقول لكم هاي مراجعه. بالدول الغربيه مثلا لو تقاضيت من شركه اخذت منها منتج ودفعوا لي فلوس وعرضت هالشيء مثلا على قناتي او اي شيء مثلا على السوشيال ميديا وعرضتها لشيء انه على اساس مراجعه مستقله، ولو حدا عارف انها مش مراجعه مستقله ممكن يحاكموني قضائيا، ممكن يرفعوا علي قضايا احتيال فرود. بس بما انه عنا بالوطن العربي ما في هيك قوانين، في كتير من المراجعين شو اسمه بيتقاضوا على المراجعات، ما رح اذكر مين بس انا بعرفهم واحد واحد. فلا انا مستحيل اتقاضى اي عائد مادي على اي منتج بعمله مراجعه. باليوتيوب في شيء اسمه باعدادات الفيديو، انه هذا الفيديو مدعوم من كذا او هذا الفيديو فيه سبونسر، بامكانك اما تحط هذا الاعداد لحتى المشاهد يعرف انه هذا الفيديو مدفوع، او تذكر هالشيء بلسانك تقول انه هذا الفيديو كذا 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 مدفوع. اما انك تعمل فيديو عن منتج وتسميه مراجعه وتتقاضى على الفيديو من الشركه، هذا ما صفى مراجعة، هذا صفى إعلان. أنا مستحيل أعمل إعلان وأسميه مراجعة، ومستحيل أعمل مراجعة مدفوعة، مستحيل أعمل هالشي. وترى نعرض علي مئات العروض من كتير شركات، شركات معروفة حتى ما راح أذكر أساميها، كتير بيعرضوا علي عنا المنتج الفلاني تفضل أعمل عنه فيديو مراجعة، ومستعدين لدفع لك مبالغ منيحة، يعني ما هي مبالغ صغيرة. أنا برفض هالشي، هيك سياستي بالقناة، أنا معتمد على ثقتكم فيني ماني معتمد على الشركات. ونعم بالنسبة لسؤالك، أغلب الأحيان الشركات بيقولوا لي تفضل هاي القطعة عمل عنها مراجعة وخليها لك، بس ما بيتدخلوا في المراجعة أبدا، ما بيتدخلوا إيش رح أقول في المراجعة. بس في بعض الأحيان مثلا بيكون في قلة بكميات القطع بيقولوا لي ما عنا كميات، لازم يصير في مثلا روتيشن. روتيشن إيش يعني؟ باخذ القطعة بعمل عنها مراجعة بعد فترة ببعتها لشخص غير، مثلا صانع محتوى غيري. هيك بيصير. من متى عندك شغف في البي سي؟ من لما استخدمت البي سي لأول مرة بعام 2003. هل تقنية FSR راح تكون أحسن من DLSS في المستقبل؟ هالشي صعب نحكم عليه، لأنه كل تقنية فيه إلها نقاط قوة وضعف. DLSS نقاط القوة فيها أنه بتشتغل بشكل أفضل بكتير، بتقدم صورة أفضل، بس بنفس الوقت يعني أخذت وقت طويل حتى وصلت لهالمرحلة. FSR بالطرف الآخر تشتغل على كل كروت الشاشة، ونعم تشتغل على كل كروت الشاشة. يا ريت توقفوا تسألوني هل تشتغل على الكارت الفلاني، هذا بتشتغل؟ نعم حتى على كروت الانتل الجديد تشتغل، لأنه اسمها open source، مفتوح المصدر، تشتغل على كل كروت الشاشة. هذا الكويس في تقنية FSR، مفتوح المصدر، تشتغل على كل كروت الشاشة، وعلى حسب ما سمعت أنه ممكن إضافتها لأي لعبة بوقت جدا قصير. هاي نقاط القوة بالنسبة لـ FSR، ما تتطلب موارد كثير لحتى تنضاف للعبة، تشتغل على كل كروت الشاشة. هاي نقاط القوة في FSR، بس نقاط الضعف فيها أنه لساتها مش بقوة DLSS، وخاصة على الرزولوشن المنخفض على 1080p مثلا. DLSS بالطرف الآخر مكلفة أكثر، تشتغل فقط على كروت RTX، بتحتاج مثلا دعم خاص من انفيديا أو مثلا برمجيات خاصة من انفيديا لحتى يضيفوها للعبة. فكل تقنية لها نقاط قوة وضعف، وصعب نحكم أي وحدة راح تكون أفضل. طالما في منافسة بالنسبة لهالتقنيات لازم تكون مبسوط، ولا تكون همي راح يكون الأفضل. الأفضل إلنا إنه يتنافسوا ويتناطحوا، هذا الأفضل بالنسبة لنا. ما هو أفضل كرت شاشة قيمة مقابل أداء بسنة 2021 إذا احتسبنا الأسعار الرسمية MSRP، يعني أسعار المصنع؟ أفضل كرت من ناحية القيمة حاليا إذا بنحسب على أسعار المصنع وليس أسعار السوق هو الـ RTX 3060 Ti، كرت رهيب من ناحية القيمة. وطبعا وراه بيجي 3070 و 6700 XT، كروت رهيبة من ناحية القيمة. إذا بنحكي على الكروت الجديدة، بالنسبة للكروت القديمة أو الجيل الماضي، افضل كارت من بالنسبه للكروت الاقتصاديه هو ال 1650 سوبر، هذا بالنسبه لسعر المصنع مش اسعار السوق. اذا بنحسب على اسعار السوق ما في كارت مناسب من ناحيه القيمه، ما في اي كارت يقدم قيمه جيده. وش يعني سي ال في الرام؟ مثلا سي ال 16، سي ال اختصار لكاس ليتنسي، وهو معدل الديلي في الرام او معدل التاخير في الرام، يعني الرام كم تستغرق لحتى توصل للبيانات المطلوبه. انتل او AMD، انا بصراحه ما بحب هالمينتاليتي انه فلان وبس والباقي كله خس. ما بحب أسألت هي أفضل ولا هي أفضل، الشركة الفلانية أفضل والشركة الفلانية أفضل. أنا بحاول قدر المستطاع ألغي هالفكر. كل شركة وعندها منتجات جيدة بفئات مختلفة، ما ممكن تقول الشركة الفلانية أفضل والباقي كله خس، AMD وبس والباقي كله خس، انفيديا وبس والباقي كله خس. فكر غلط. حاليا انتل بتقدم معالجات ممتازة في الفئة الاقتصادية، ممتازة مثل الاي 3 10100F، الاي 5 10400F، والاي 5 11400F. AMD ما عندها شيء تنافسه بهالفئة،
بفئه ال 100 ل 200 دولار. بس اذا بنروح للفئه العليا، انتل ما عندها شيء تنافس بالفئه العليا. اي ام دي بتمسح الارض بانتل بالنسبه للفئه العليا، مثل بمعالجات الاي 9 او بال 9 مثل الرايزن 9 والاي 9. الرايزن 9 بيمسح الارض من الاي 9، فما في شيء افضل. نفس الشيء بالنسبه لاي ام دي وانفيديا، كل شركه وعندها نقاط قوه ونقاط ضعف، وكل شركه تقدم منتجات مثلا بفئات مختلفه ممكن تكون افضل او اسوا من الثانيه. اخ سنكره، هل 4K حقيقي في بلاي ستيشن 5؟ هل رح يدعم 2K في البلاي ستيشن 5؟ لا، معظم الالعاب ما تدعم 4K حقيقي، اسف للتخييب ظنكم، بس لا، معظم الالعاب التريبل اي الضخمه بتشتغل على Adaptive Resolution أو بتستخدم شيء اسمه Checkerboarding. Adaptive Resolution يعني الرزولوشن بيتغير ما بين مثلا 1440p أو 2K و4K لحتى يحافظ على فريمات معينة. في بعض الألعاب تشتغل على Native Resolution بس قليلة. وبالنسبة لدعم 2K ما في أي كلام رسمي من سوني بخصوص هالكلام أو بخصوص هالموضوع. راح أتكلم زيادة عن موضوع الـ 4K والهالأمور وعن البلاي ستيشن 5 في مراجعات البلاي ستيشن 5 اللي قادمة قريبا ان شاء الله، مراجعة تقنية مفصلة عن البلاي ستيشن 5، انتظروها. هل رامات AMD تشتغل على تجميعة انتل والعكس؟ معالجات رايزن الجيل الاول وبوردات رايزن الاولى سلسلة 300 كانت شوي هيك يعني حساسة بالنسبة للرامات، فما بتشتغل على كل انواع الرامات، بس حاليا طبيعي كل البوردات بيدعموا كل الرامات بدون اي مشاكل. هل هاردات اللابتوبات تتضرر مع الحركة المستمرة لللابتوب؟ نعم ممكن تتضرر، لانه اللابتوب فيه قطعة بتتحرك، قرص بيتحرك وفيه رأس كتابة أو رأس كتابة وقراءة، فإذا كانت حركة مثلا قوية أو شيء ورأس الكتابة كان يعني ضرب في قرص البيانات ممكن يتضرر، مو بس هاردات اللابتوب حتى هاردات الديسكتوب. إيش رأيك بكارت جي تي اكس 660 2 جيجا؟ كروت سلسلة 600 و700 وكروت الـ R9 من AMD وأي كارت أقدم من هالسلاسل صعب أني أنصح فيهم، لأنه وقف الدعم الرسمي من الشركات لهم، وقف دعم الدرايفرات فيهم. فحتى لو بدك تشغل عليهم مثلا ألعاب إي سبورتس أو ألعاب خفيفة ممكن يسببوا لك مشاكل، لأن الألعاب في الوقت الحالي كلها تعتمد على التحديثات. CSGO على سبيل المثال كل أسبوع أسبوعين فيها تحديث، فحتى لو بتشتغل مثلا على كارت قديم مثل الـ GTX 650 أو GTX 550 أو 560 ممكن شي يوم يجي تحديث يتطلب مثلا تعريف نسخة تعريف معين وما تعود تشتغل على الكارت، أو حتى لو اشتغلت ممكن تسبب لك مشاكل. فالنصح في هيك كروت غير مدعومة من ناحية الدرايفرات صعب. كيف تخفض من الضغط على المعالج لتقليل الدروبات؟ سؤال حلو. قفل كل البرامج اللي شغالة في الخلفية اللي ما بتلزمك، وإذا عندك المعالج ضعيف واستخدامه دوم عالي في الألعاب ثبت برنامج MSI Afterburner. مع Afterburner بيجي برنامج تاني اسمه Riva Tuner. من Riva Tuner بإمكانك تقفل الفريمات على حد معين. لو بشتغل على برامج 3D مثل Revit ولومن على ايش لازم اركز اكثر على المعالج ولا كارت الشاشه؟ تطبيقات ال3D ممكن تكون اكثر التطبيقات متطلبه على البي سي، ولازم تركز على كل شيء. بالنهايه هالشيء بيرجع على نوع شغلك، مدى ضخامه شغلك، مدى ضخامه المشاريع اللي تشتغلها. بس تطبيقات ال3D اضخم التطبيقات على البي سي واضخم من الالعاب. بعض المشاريع ممكن تكون متطلبه او اضخم من الالعاب بعشرات المرات، فهالشيء يرجع لنوع شغلك، بس لازم تركز على كل الامور: SSD، رامات، كارت الشاشه والمعالج. ف ركز على كل شيء. وبس يا جماعة، هذا كان كل شيء في فيديو اليوم. أتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك، بيفيد القناة كتير. وإذا فاتكم الفيديو السابق اللي تكلمت فيه عن واحد من الكروت الاقتصادية اللي هو عجوز بس أداؤه جوز، كارت اقتصادي ممتاز، فيديو جديد مع سلسلة جديدة كان، شوفوه موجود هون، روحوا شوفوه إذا فاتكم الفيديو. كان معكم أخوكم أيمن محمد، شكرا للمتابعة، السلام عليكم.